عند ذكر الجيش اللبناني نفكر بفؤاد شهاب وبدولة المؤسسات والكتاب والدستور، ونفكر بالزهد في السلطة والعدالة، كأنه والجيش والدولة سيرة واحدة ومسار واحد وقصة حياة. هو القائد الأول للجيش بعد الاستقلال، وهو الرئيس الثالث للبنان بعد الاستقلال. إنه الصامت الأكبر والرئيس المجهول الذي جعل نهجه في الحياة نهجا في الحكم. عام 1942 عندما أصبحت القوات الفرنسية في لبنان تحت إمرة الحكومة الفرنسية الحرة بقيادة الجنرال شارل ديغول، عين شهاب قائدا للفرقة اللبنانية التابعة للقوات الفرنسية الحرة في الشرق التي أصبحت النواة المستقبلية للجيش اللبناني. عام 1944 كلف بمهمة تنظيم جميع القوات العسكرية اللبنانية. في العام 1946 في يوم الجلاء الذي حفر تاريخه لوحة على صخور نهر الكلب، أصبحت هذه القوات تشكل رسميا الجيش اللبناني، وتم اختيار شهاب قائدا أعلى لهذا الجيش. كرس شهاب نفسه لبناء وتركيز مؤسسة الجيش اللبناني على أسس عالية من الانضباط والتنظيم الفعال والانتماء الوطني والقيم الأخلاقية، فنظم على أسس حديثة أسلحة المشاة والمدفعية والمدرعات والهندسة والاتصالات، ثم أنشأ سلاح الجو وسلاح البحرية وأجهزة عديدة، كما بنى ثكنات عسكرية جديدة في جميع أرجاء الوطن، ورفع مستوى التحصيل في المدرسة الحربية، وأرسل الضباط الشباب إلى الأكاديميات العسكرية الفرنسية والإنجليزية لزيادة خبراتهم وثقافاتهم العسكرية. قاد اللواء شهاب الجيش لمدة 13 سنة، وكان ضمان الجمهورية وأمانها. في أزمة حكم نهاية عهد الرئيس بشار الخوري، كان هو الحل في تأمين انتقال السلطة إلى الرئيس كميل شمعون. وعندما اهتزت الوحدة الداخلية في العام 1958، كان هو الحل والرئيس الجديد للجمهورية. هناك عند الحدود اللبنانية السورية نصب خيمة للقاء الذي عقد بينه وبين الرئيس جمال عبد الناصر في بداية عهده، ليصبح هذا الحدث مثالا لاحترام السيادة والاستقلال. عندما تتحدث عن فؤاد شهاب تحكي عن الإنجازات، عن مجلس الخدمة المدنية، وعن التفتيش المركزي وديوان المحاسبة، وعن مجلس المشاريع، وعن الأوتوسترادات، وعن مطار بيروت والمصرف المركزي، وعن المشروع الأخضر، وعن الخطة الشاملة للإنماء، وعن تنظيم الوزارات، وعن قانون الانتخابات، وعن الأمن. من هذا القصر الرئاسي في صربة حكم فؤاد شهاب، وكان يمضي في كل مساء إلى منزله في جوني، حيث أنهى حياته بهدوء حتى آخر أيامه في العام 1973، عندما ودعه لبنان كأنه يودع مرحلة من الاستقرار ذهبت إلى غير عودة. لم يصل فؤاد شهاب إلى السلطة بانقلاب كان قادرا عليه، ولا تمسك بالكرسي عندما كانت الرئاسة بين يديه، ولا عاد إلى الرئاسة عندما كانت الأكثرية رهن إشارته. هو مستحق أن يكون له تمثال في كل زاوية من لبنان، وأن تكون سيرته أيقونة معلقة في ضمائر الحكام والراغبين في الحكم. شكرا فؤاد شهاب.